السلام عليكم المشاهدين، لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، صحتكم لاباس، كل شيء مزيان. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، كنتمنى تكونوا على خير وبخير المشاهدين. كنتمنى تدوزوا ان شاء الله جمعه مباركه من عند الله تبارك وتعالى. الله يرحمنا ويرحم الجميع، والله يغفر لنا ويغفر للجميع في هذا النهار المبارك عند الله. اليوم اخوتي المشاهدين الاعزاء ديالي، الله يخليكم ليا، غادي ندير معكم الضلعه الغلمي مدفونه. الضلعه الغلمي مدفونه بطريقتي بالكسكسو الاحمر والكسكسو الابيض مخلطه. الضلعه ديالي هي هذه المشاهدين، على بركه الله، بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، توكلت على الله، بسم الله. عندي هنا خوتي نص كاس ديال الزيت، ماي ما عامرش، درت النص بلديه ونص روميه، خلطتهم، بسم الله، توكلت على الله. ناخد الملح زيتها، بسم الله. هانتوما درت الملحة، عندي الزيت والضلعة، عندي اللوز، عندي البصلة المشاهدين اللي أنا قطعتها هكايا طويلة، خاصها تكون طويلة وغليظة شوية باش ما تدوبليش، باش تبقى باينة. كيلو د البصلة، عندي زلافة ديال الزبيب مخلط فيها الكحل والحمر والصفر، ثلاثة د النواع، وعندي البزار، سكينجبير، الخرقوم مدقوق على اليد، وعندي القرفة، وعندي البيض مسلوق متزين. المهم هذه راه كتجي بنينة المشاهدين، تجي زوينة. والضلعة ديال الغلمي هانتوما، عندي معلقة ديال الإبزار، عندي معلقة ديال السكينجبير، عندي ملعقة ديال الخرقوم، غادي ندير راس المعلقة ديال القرفة، القرفة غادي ندير غير راس المعلقة، ومن بعد غادي نزيد. وهذا النصيب ديالي المشاهدين، راه ما فيها لا توما لا والو، النصيب ديالي هو هذا ديال الطلعة. غادي نحطها طيب، غادي نزيد لها بصلة مقطعة كبيرة، هانتوما مقطعاها هكا، ونزيدها مع الضلعة دابا، حيت بها غادي نصبها للمشاهدين، وما كنديرش فيها معدنوس أو شي حاجة، ما تنديرهمش، هذا هما القوام اللي كندير فيها، لأنها كتجي معسلة. المهم تنقولو لها الضلعة مدفونة. وهنايا هانتوما عندي الكسكسو الاحمر والكسكسو البيض، راه كيجي واعر المشاهدين، جربوه وغتشوفوا كيجي زوين. راه مصاوباه لي خالتي على اليد، هاد الكسكسو راه دياري ديال الدار، كيجي زوين بزاف، وهذه صحيه المشاهدين، صحيه بالمعقول. يعني انا ملي كناكل غير الكسكسو البيض، من بعد كنتنفخ وتان هذا، يعني كي شويه كيمحني، ولكن ملي بقيت كنخلط هاد الحمره معاه ما بقى كيدير ليا حتى شي حاجه، وتا راجلي ما بقاش كضروا المعده ملي كياكلوا هكا، ما تيضروش في المعده. يعني حاولوا هادي تشريوها وتخلطوها مع الكسكسو، بحال دابا انا درت زلافه ونص د البيض، درت زلافه ديال الحمر. المهم راه هي صحيه وزوينه بزاف، وكنتمنى التوفيق للجميع. الضلعه ديالي هي رديتها طيبه للمشاهدين، دابا غنغسل الكسكسو ديالي وغنديرو الفور عادي بحال اللي كنفورو كاع الكسكسو، وغادي نصايب اللوز ديالي نقيه ونقادو، وغادي نولي نرجع معاكم منين نبغي ندير البصله والزبيب وداكشي. دابا انا الزبيب غادي نفزقو، المشاهدين هنا تما
في الزيتو غنخليه فازق باش يتنفخ شويه، وغادي ندير له زيت السلق مشاهدينا. ضلعه سنين ما درتهاش، ما نكذبش عليكم، ملي كنت عايشه في المغرب يعني انا راهي 5 سنين انا شري. المهم دابا قولي 28 عام ما درت هاد الضلعه مدفونه، كان درتها في الرباط عدة مرات صراحة الله، لكن دابا قلت علاش ما نشاركهاش مع المشاهدين ديالي، انها كانت كتجيبني هنا وقال لي كيذوقوها كتجي زوينه. المهم كاين اللي كيديرها حتى بالشعرية المشاهدين، يعني كيسميوها الفونة ولكن كيديروها بالشعرية حتى بالكسكسو، لانها كتجي كتجي همية كتجي راقية بلا سميتو، بالكسكسو كتجي حسن. غادي نرجع معاكم انتما المشاهدين. الكسكسو كنغسلو بحال هكذا وما كيوقع ليه والو لانه ديال الدار، انتما غادي نتحيد منه كاع داكشي اللي زايد النخاله وداكشي كامل اللي ما عندنا به غرض، يعني كيتنقى راسو بهاد الطريقه الغسيل كيجي زوين بزاف. ثم صفيتو، ثم ما نديرو لا زيت لا والو، انتما المشاهدين الكسكسو ديالي او غادي نديرو دابا يفور. انتما انا ما كيعجبونيش دوك الطرق الجداد يعني اللي كيديرو دابا الكسكسو داكشي هكا، كتعجبني حاجة بلدية بحال هكايا، يعني عندك الكسكسو ولا كسكسو كيعجبوني نديرهم بحال هكا، بالأخص دوك الأطباق ديالنا القدام وداكشي غزال بحال هكايا ضلعة مدفونة، كاين اللي كيديروهم حتى بالحمام، يمكن لهم يديروها بالحجل، يمكن لهم يديروها بالدجاج، يعني ماشي ضروري يكون الحمد الغلمي، غير هو أنا فايتة دايراها بزاف د المرات بالحمد الغلمي. وعجبتني كثر، كتجي زوينه بزاف، كتجي واعره، داكشي علاش كنفضل ندير بالغلمي، ولكن يعني الناس اليوم اختيار يديروها غير بالدجاج، كيديروها يعني غير بهكا بشويه ديال الدجاج وهذه راهي كتجي زوينه، ماشي ضروري من اللوز، يمكن لهم يديرو غير الزبيب والبصلة، هي كتجي بحال التفاية، غير هما مسميينها الضلعة المدفونة.
ما عرفت ما في القدام ولا شي كانوا كيديروا هاد الشاي ديال هاد العندفونة كيديروا الأكثر في العيد الكبير. بزاف ديال الناس باقي شادين ديك التقاليد تيديروها في العيد الكبير. المشاهدين دابا انا غناخد شويه ديال المرقه ناخذت شويه ديال المرقه الحمراء وطاب نص طايبه يعني البلعه ديالي طاب نص طايبه. المشاهدين دابا انا غنلوح على هذيك البصله اللي انا درت تما نلوح عليها البصله هكا مزيان وغادي نلوح عليها واحد الحفنه ديال الزبيب هكا ثمن كاس صغير ديال الزبيب وغادي نلوح عليها 4 ديال المعالق ديال اللوز مطحون انتم المشاهدين نزيد لها راس المعلقة بلا درت غير راس معلقة دابا غادي نزيد شوية تما المشاهدين والكسكسو ديالي هو كيفور وهاد الزبيب هذا المشاهدين غادي نطيبو بوحدو هنا مع هاد المريقة هادي نطيبو بوحدو وغنرجع معاكم تما المشاهدين. الكسكسو ديالي هو فار الفورة الأولى غادي نزيد ليه شوية د الملحة لأنه واخا كيكون هدا ديال الدار فيه الملحة المهم كنزيدو شوية د الملحة باش ميجيني السوس ودرت ليه شويه ديال زيت العود يا يعني درتها دابا هانتوما هي كتبان لكم كتبري في الكسكسو دابا غادي ندير غادي نزيد ليه الفوره الثانيه والباقي خلاص راكم عارفينه المشاهدين وغنجي معاكم في التقديم ان شاء الله. هانتوما المشاهدين الكسكسو ديالي هو وجد يا التفويره الاخرى هذه اللي درت ليه هانتوما هاد المرقه ديال هاد المدفونه كيفاش غندير لها ندير معاها شوية ديال التغميرة ديالها غادي نحركها مزيان معاها بهاد الطريقة هانتوما المشاهدين هكذا هي كتكون الضلعة ديالنا هكا النهائي. السلام عليكم المشاهدين لاباس عليكم بخير هانتوما انا رجعت معكم هذه هي الضلعه المدفونه هي هذه المشاهدين هانتوما كيفاش كتجي كيجي غزال كيجي هكايا كاين اللي كيديرها كيف قلت لكم بالشعريه كلا باش كيديرها ولكن انا كنفضلها بالكسكسو هي هذه كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنتمنى تجربوها تجربوها راه غتعجبكم وهي هذه الطبيله ديالنا ان شاء الله باذن الله نعاود معكم وصفه اخرى ان شاء الله دعمونا بالجيم واشتراك في القناه وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم انتما كتجي التغميره معقوله مزيان ثم نقرب لكم الطلعة تشوفوا هي هذه كتجي مدفونة في وسط الكسكسو وداك الزبيب واللوز وكل شيء هي هذه كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله بإذن الله بالصحة والراحة بصحتكم وراحتكم كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وشكرا.